يعني نواد اختصرت كلام كتير في جملة بطل العرب، بطلة العرب وبطلة العالم. فطبعا حاجة عظيمة جدا بنحييكي عليها، وعايزين طبعا نعرف تفاصيلها بقى، ان اللي يبقى بطل عالم وبطل عرب ده مش حاجة سهلة. فبدايتك خالص مع الرياضة دي جت امتى، وهل كنت بتمارسي رياضة تانية قبليها ولا لا؟ انا بدأت اللعبة من وانا عندي 4 سنين، فلو مفيش حاجة قبلية اول حاجة في الحياة اصلا. ابتديت من وانا عندي 4 سنين، وانا دلوقتي 21 سنة. اوكي. و عندنا التايكوندو ليه قسمين، قسم فايت وقسم بومزا. انا طول عمري كنت البومزا، بومزا دي استعراض. اوكي. بقف اعمل شو قدام الناس زي الكاراتيه كده، الكاتا والكوميتي. ايوه الكاتا والكوميتي بالظبط. بشتغل واعمل عروض، وكنت طول عمري اول جمهوريه. أي. لحد 2012 نقلت بقيت فايت. اوكي. اول بطوله دخلتها كانت 2011، كان عندي ساعتها كانت 2012 كان عندي 11 سنه. والنقله دي انت اللي اخترتيها ولا دي طبيعه الامور في الرياضه؟ بابايا. اوكي. بابايا كان شايفني في الوقت ده، لا هتخشي الفايت، شايف شخصيتك وانت تقدري، انت فايتر، شخصيه فايتر. أوكي. فتقدري بقى ده عاده الاباء والامهات بيقلقوا على بناتهم يعني، برافو. لا انا بابا اصلا هو اللي كان بيلعب اللعبه، هو اللي دخلني. اوكي. فده من البدايه بقى اصلا بقى. فهو اللي دخلني. البيت بيبقى ليه تاثير، مش تطلع بطله كده الا لو فعلا البيت. فهو بابا بقى اللي كان على طول في ظهري، يعني انا معاكي بقى على طول، وبطولات كلها. كنتش اقدر ابقى في البطوله غير لما اكون سامعه صوته واقف لي، ويعني تسقيف بقى وكلام. بعض يا رب يا رب. بس ففضلت كده. اول بطوله دخلتها بطوله الجمهوريه وجبت فيها اول. أيوه. ودي كانت بطوله كنت انا قصيره وصغننه ولسه في بدايتي خالص. أوكي. من ساعتها لما جبت اول كسبت ناس كانت معروفه وكانوا كبار وانا ما اعرفهمش. من ساعتها اتعرف اسم ندى الاشقر. بعدها ابتدت تتعمل البطولات، تصفيات المنتخب والحاجات بقى، ان انا اطلع امثل مصر بره، وبطوله العالم وبطوله العرب.